بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم رح نبدأ بأول صفتين من الصفات اللي ذكرناهم في الحلقة الماضية، وقلنا أنه هي الصفات اللي إلها ضد، واعتبرناها صفات شاملة لأنه بتشمل جميع أحرف اللغة العربية. أول صفتين رح نحكي عنهم إن شاء الله تعالى هنن الجهر والهمس. نحن حنتناول الصفات طبعا بالتدريج من خلال الجزرية مثل ما تعودنا. وصلنا بالجزرية لعند صفاتها جهر ورخ مستفل، منفاتح مصماتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. بهالبيتين نحن بهمنا من أول بيت، أول ما قلنا صفاتها جهر، فأول شيء عنا صفة الجهر، وبالبيت الثاني مهموسها فحثه شخص سكت. هون وضح لنا العالم ابن الجزري انه في صفة الهمس هن الاحرف المجموعين في جملة فحثه شخص سكت. هدول العشر احرف الموجودين هن معنى احرف الهمس. باقي حروف اللغة العربية هن 19 حرف الباقيين اللي هن لهم علاقة بصفة الجهر. فمثل ما ذكرنا الجهر والهمس عنا، هلا لنشوف تعريفهم وأمثلة عليهم. إذا أول شيء نتناول صفة الهمس، الهمس فينا نقول نحن أنه هو الخفاء في السمع نتيجة تباعد الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. بمعنى نحن أول شيء إذا بدنا ناخذ عنا مثال، إذا بدنا ناخذ مثال من أحرف الهمس، مثلا إذا قلنا في كلمة أحمد، أحمد بنشوف حرف الحاء شلون واضح عنا، أحمد. أو مثلا كلمة يفعلون، يفعلون أيضا حرف الفاء. أيضا كلمة يشفع، يشفع. لاحظنا هدول الأحرف اللي ذكرناه هون كيف إنه عنا الوترين الصوتين أول شي بيكونوا متباعدين، في جريان كتير لهواء الصوت لهواء النفس، فقلنا إش لاحظنا انه في جريان. فلذلك هدول من احرف الهمس. وبالنسبة للجهر، هلأ بالنسبة للجهر عنا عكس الهمس تماما، فمنقول هو الوضوح في السماع نتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس. لنشوف نحن حناخد أمثلة هلأ. مثال إذا قلنا كلمة لعلكم، منشوف حرف اللام مثلا، لعلكم. أو تدرسون، تدرسون حرف الواو أيضا، وأيضا عنا الصادقين، الصادقين. فمنلاحظ بهي الأحرف الساكنة اللي ذكرناها شلون عنا الصوت مجهور واضح، الصوت واضح، فإن في حرف اللام ال أيضا او هدول كلهم مثل ما لاحظنا بيكون عندنا الوترين الصوتيين ضامنين على بعض، يعني مغلقين على بعض، بيكون في اهتزاز طبعا لأنه الهواء عم يمر، فطبيعي إنه بيصير اهتزاز فيهم وانحباس كثير لهواء النفس، على عكس الهمس. يعني هنيك كان في عندنا جريان كثير والوترين متباعدين، وهنا عنا العكس تماما، العملية عكس تماما. فمنلاحظ نحن بهالصفتين أكثر شيء منركز عليه هو الوضوح. هلا هدول الصفتين عن وضوح الصوت تمام، لأنه عنا صفات تانية حناخدها إن شاء الله في الدروس القادمة مشان ما يصير في خلط بيناتهم. هلا هدول الصفتين لاحظنا إنه عم نركز على وضوح صوت الحرف. عنا شغلة مهمة بدنا نذكرها، بتلاحظ بالحرف المهموس مثلا انه الصوت تبع الحرف بيبدأ من عند المخرج، يعني ما بيكون له أثر في الحلق، على عكس المجهور تماما. المجهور دائما نحن عم ننطقه بنلاحظ انه في أثر له بالحلق، لأنه مثل ما ذكرنا بصير هون في ارتجاج الأوتار الصوتية، فبالتالي هذا كله بيأثر بيعمل هون عنا صوت في الحلق تمام.
فمثال إذا بدنا نقول أز، أنت عم تقول أز حرف مجرور، فحط إيدك هون على حلقك عم تقول أز، بنلاحظ هون إنه في رجة بالحلق أز، تمام؟ إذا قلت مثلا حرف السين أس، قول أس وحط إيدك على حلقك، فما بتلاحظ إنه في أي أثر تماما للحرف هون، ما في أي أثر في الحلق، بنلاحظ إنه صوته طالع من المخرج السين هون، مثل ما قلنا بين الثنايا العليا والسفلى، أس ما في أي أثر في الحلق. وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الأحرف المجهورة والمهموسة. أيضا إذا بدك تتناول حرف ثاني مثلا أش أش، بنلاحظ إنه الصوت أيضا طالع عنا من مخرج الشين، تمام؟ من مخرج الشين من وسط الفم، فلذلك ما بنلاقي له أي أثر أيضا في الحلق. يعني هاي الفكرة أعتقد إنك بتكون واضحة إن شاء الله. في عنا نحن ملاحظات هامة بس حنذكرها قبل ما ننتهي. بدنا ننتبه لأمر إنه صفات الحروف هي أمر ملازم للحرف، بمعنى إنه هي أمر موجود في الحرف دائما، سواء كان الحرف ساكن أو متحرك. يعني أحيانا نسمع بعض المتعلمين أو قراء القرآن بيقول لك إنه الصفة موجودة في حال الهمس، في حال عفوا السكون. هو هذا الأمر خطأ، الصفة موجودة دائما مع الحرف، ولكن مشان نوضح الفكرة، في حالة السكون، في حالة السكون بتكون الصفة أوضح، تمام؟ فمشان هيك نحن بنلاقي إنه دائما عم نأكد أثناء القراءة على الأحرف الساكنة أكثر بالنسبة للصفات، وعم ننبه على الأحرف الساكنة إنه واضح فيها الصفة كثير، عرفت كيف؟ ولما يكون الحرف متحرك موجودة في الصفة، ولكن تكون جدا بسيطة، تمام؟ ما عدا صفة القلقلة، صفة القلقلة هي الصفة الوحيدة اللي بتكون موجودة في حالة السكون فقط، تمام؟ في حالة السكون فقط، في حالة الحركة بتكون غير موجودة بالنسبة للحرف، ولكن لأنه زمن الحرف أيضا المتحرك أقصر من زمن الحرف الساكن، بنلاحظ إنه الصفة موجودة ولكن غير واضحة مثل وضوح الحرف الساكن. وكمان إذا بدنا نذكر حرف تاني كمان، مثل إذا قلنا كلمة حامد أو أحمد، أحمد أحمد، بنلاحظ إنه هون كمان لو قلنا وحمد حمد، أيضا نفس الشيء موجود الهمس ولكن بالحرف الساكن بيكون أوضح معنا. هذا كان كل شيء معنا لليوم، اللي عنده أي استفسار بيتركه بتعليق، وبشوفكم الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.